بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجميع، صباحكم مبارك سعيد وعيدكم مبارك سعيد أيضا. نحويكم في مركز امتحان بكالوريا دورة 2019 يوليو دور العادية ثانوية صلاح الدين الأيوبي. تلقى مجموعة من الإشارات عفاكم باش نردوا لها البال، لأن عندنا يعني الحالات ديال الأحرار والحالات ديال الرسميين. بالنسبه للاحرار بحال مثلا عندنا رسم البناء، راه عندنا مترشح واحد دونك غادي يدوز مع الرسميين، ولكن راه عنده سميتو ديالو يعني معزول. بالنسبه للمحاضر غادي يتعمروا جوج المحاضر على اساس انه جوج القاعات، وكذلك بالنسبه للتوقيعات ديال الساده المراقبين، لا بالنسبه لرسم البناء ولا بالنسبه للمحاسبه. بالنسبه للاخرين راه كل واحد في القاعه ديالو ياك، وعندنا واحد الحاله ديال ذوي الاحتياجات الخاصه مكفوف، دونك عنده المرافق خصو يهضر معاه يملي له الاجوبه ويتصنت كذلك الاسئله. دونك هذا ما يمكنش
يدوز مع يعني المترشحين العاديين راه عنده قاعه بوحدو وغادي يكون عنده مراقب ديالو، ولكن بالنسبه للتوقيع ديال المحضر غادي يوقع من بعد مع يعني القاعه الاصليه ديالو ديال التحرير، لان هذه ما خصهاش يعني يكون فيها الخطا 100%. وكذلك بالنسبه للتوقيت راكم راه درنا الساعات الحائطيه في كل قاعه مع 8 ان شاء الله مع السونيت حقوا الساعه، الا كانت مثلا فيها شويه ديال يعني الديكالاج حقوها مع 8 والمترشحين يعني تنخليهم، ولكن من بعد ممكن نذكروا في هذاك الاخير ممكن نذكروا ما تبقى من الوقت ومن بعد ساعه فاش تكون عندنا حاله خاصه اللي قلنا في الاجتماع راه تعيطوا علينا حنا كنديروا الاجراء ديالنا. الا كاين شي اضافه سي عبد العزيز حداني الاستاذه سميره السمناني زيد ميدين المدير الإقليمي بمديرية تنغير. اليوم الأول لامتحانات الجهوية الموحدة، والمديرية الإقليمية بتنغير اتخذت جميع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها على مستوى دفتر المساطير، حيث تم عقد لقاءات على مستوى المديرية الإقليمية مع السادة رؤساء مراكز الامتحان والسادة أعضاء الفريق الإقليمي لزجر الغش. كذلك على مستوى كل مركز اتخذت جميع الإجراءات لإنجاح هذه الدورة، دورة البكالوريا 2019. بالمناسبة نود أن نذكر المترشحات المترشحين خاصة أن يوم الاثنين سوف يتم اعتماد توقيت غرينيتش بلس أن، لذلك يجب أخذ بعين الاعتبار تغيير توقيت كذلك على مستوى مراكز الامتحان، والسادة رؤساء المراكز قاموا بحملات على مستوى أو بداخل يعني حجرات الإجراء من أجل تحسيس التلاميذ والتلاميذ حول هذا التغيير. وكيلي المدني رئيس مركز الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بالنسبة لامتحانات الدورة العادية 2019 مديرية تنغير،
بالنسبة لاستحقاق الترتيبات درناهم يعني في الوقت المناسب، درنا جميع الترتيبات جميع يعني الاستعدادات اللازمة لكي يمر هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. يعني بالنسبة الآن عندنا المترشحين راه التحقوا بالقاعات ديالهم، تم إعطاء الانطلاقة الرسمية بحضور السيد المدير الإقليمي ولجنة الإعلام. المركز يعني في أحرار، في مترشحون أحرار ومترشحون رسميون، يعني جميع المترشحين التحقوا في الوقت المناسب، ما تسجلش شي حالة اللي هي غير عادية، جميع الظروف اللي هي مواتية، تمت الاستعدادات يعني في أحسن الظروف. نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى أن يمر الاستحقاق ونكون يعني في المستوى ديال الاستحقاق الوطني اللي كنتمنوا يعني أن الأمور تمر بخير وعلى خير. شكرا. قدري عبد القادر رئيس مركز امتحان بثانوية المراقبين التأهيلية ومديرها طبعا مدير الثانوية. اليوم كتشهد المؤسسة والمركز بداية امتحانات الجهوي الموحد، والظروف الحمد لله أن دس الأمور كلها في ظروف طبيعية، تلامد التحقوا بالمؤسسة في الوقت المناسب، وكل شروط الموضوعية مدتية متوفرة من أجل إنجاح الاستحقاق الوطني، وتتمنوا أنها تدوز الباقي يعني الأيام ديال الامتحان لا الوطني ولا الجهوي في ظروف حسنة، والشروط كلها والظروف كلها عادية إلى حدود الساعة، وتنتمناو التوفيق للتلاميذ ديالنا، وتنتمناو أنه النهار الاثنين إن شاء الله يستعدوا في ظروف أخرى، باعتبار أنه الابتداء من الغد الساعة الإضافية يعني غادي يشتغلوا بحس بساعة بجرينيش زائد واحد. ولتحسيس التلاميذ بهذا الإشكال قمنا بحملة تحسيسية على القاعات كلهم، تحسن التلاميذ بالإشكالية، وحملنا لهم مسؤولية في حالات مدام عدم الالتحاق في الوقت المناسب. والتوفيق للجميع والسلام عليكم.